قصيدة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام للعلامة الباكستاني محمد إقبال يرحمه الله تعالى ويغفر لنا. قال فيها: نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل هادي النفوس إذا تروم هداها. هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها. وعلي زوج لا تسل عنه، فما أزكى شمائله وما أنداها. ديوانه كوخ وكنز سرائه سيف غدا بيمينه تياها. ولزوج فاطمة بصورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها. حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها. وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها لما شكى المحتاج خلف رحابها. رقت لتلك النفس في شكواها جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها؟ نور تهاب النور قدس جلاله ومنى الكواكب أن تنال ضياها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها. لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبلات طيب ثراها.